السلام عليكم، يوم جديد، حياة سعيدة. جينا مع العائلة، جبنا السيارة طبعا معانا عشان نزور هذه القلعة، قلعة عسفان. مبسوطين عشان طالعين فوق الكوبري؟ ها، أول مرة نيجي هنا، ما شاء الله المكان جميل، بس نبغى نشوف سمك هنا. ليه تحط السمك؟ شيء ملاحظ هنا كثير زبالات، ما شاء الله، ما في أي عذر إن واحد يرميه على الأرض. إيمان تقول بابا أعتقد إني شفت سلحفة هناك في الركن. هذه كورة، قلت لا مو سلحفة. ما أنمل من الشكل الخارجي للسيارة، ما شاء الله. بشوف إذا في مدخل يمدينا نستخدمه عشان نطلع نتسلق وندخل جوا. الحمد لله لقينا مدخل. هذه قلعة عثمانية، لا تقول لي مقفل. مقفل، ضربت الباب برجلي وانفتح، بس كان احتاج يعني قوة أكثر. ما شاء الله تبارك الله. الحين بستخدم هذا الترايبود حتى ارفع الكاميرا قدام الجدار واصور، شوف كيف يطلع التصوير. تحس انك نازل في فم كذا زي سمك قرش ولا حوت، سبحان الله. وهذه اسنان، يلا ننزل تحت. بسم الله، انتبهوا. ها، مين حينزل معي؟ مو انا. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف إيمان، خايفة مرة، قاعدة تبكي. تعالي في غرفة. ما أبغى. الباب اتقفل علينا، مرة صعب إننا نفتحه. ياو ياو ياو. شكلها هنقعد في القلعة طول اليوم. إيمان قاعدة تبكي، تصور إيمان. قعدنا هنا أكثر من ساعة، خلاص راجعين السيارة. الحين في 5 أوضاع قيادة في هذه السيارة، فأنا جيت البر الحين الصحراء بسوق هنا، فبحط الوضع القيادي أوف رود اللي هو هذا. السيارة بتتهيأ لهذا المكان. مين بيسوق؟ إيمان، سي أبراكادابرا. أبراكادابرا. طالع ورا. واو، زر. اليوم ما في مدرسة لأنه جو مغبر شوية. شوف سوى، فسخ الجزمة هنا. هذه ما أدري جزمة مين، ما شاء الله كبيرة. مفروض يكون الجو غبر، لكن هنا عند البحر الجو حلو. واو. والله اتبللت. والكاميرا جات عليها كثير مويه. I'm at the top of the world. قاعدين نطالع في هذا الاب المقص، شكله طير، اخذه اكل كل اللحم وخلى العظم. انت لقيتيه؟ ايمان جمعت هذا كله، تقول حتى العروسة تقول لقيتها هنا في الشاطئ. ويوسف لقى هذا. في تراب كثير في الجزمة؟ كثير. أنس اليوم حاب يجلس ورا، يريح ورا. ليش؟ مريح؟ أيوه. شوف فسخ الجزمة. ما شاء الله تحت الكرسي حقي في طفاية حريق صغيرة. مع السلامة، حبيت أتمشى هنا على البحر شوية. المشي هنا روعة. لما حطينا السيارة على وضع الأوف رود ارتفعت السيارة ما شاء الله، حتى ألاحظ لما أدخل مرتفع أكثر. جيت أحلق، جيت معايا إيمان. تحلق أنت كمان؟ طيب تأخذ المساج؟ Da 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 da
ما شاء الله. امس تحدي خلينا نطبخ لماما وصل الاول على السعودية. اليوم الفلوج اللي رفعته امس الاول على السعودية ما شاء الله تبارك الله. في يومين ورا بعد مقطعين من قناتنا الاول على السعودية ما شاء الله. تو نزلت هذه اللعبة ليوسف مرة عجبته. قاعدين يسبحوا هذول. خليهم استحموا يوسف خليهم يتروشوا. بعطيهم ايس كريم. بحط رابط اللعبة اسفل الفيديو اللي يبغاها. تبي تورينا حركة جمباز يلا. ايش بسوي؟ عندك جوالي. تبي لا تطيح تعود نفسك. اوب ما شاء الله كويس. بسم الله ما شاء الله. ايش؟ لا يوسف. اوب اوب. ايش هذا؟ اوب اوب. كل العائلة بتتحداني الحين. ماني ما من زمان ما سويت شيء وجربت هذه الحركات بس يلا اجرب يلا. ايش رايكم؟ يمكن بالانس؟ ايش رايكم؟ مفاجئين مو مصدقين. وصل لنا صندوق ذا بوكس شنب لهذا الشهر. ها نفتح مع بعض؟ حقي ايام الطيبين سلسلة مفاتيح غرندايزر. مين تذكر غرندايزر؟ ما اعتقد انت تعرف. هذا كرتون كان يجي لما انا كنت صغير. صندوق هذا الشهر كثير اشياء. يقول ماي توي لعبتي. اوه لوكي بلوك. اي نو اتس لوكي بلوك. ايش اللوكي بلوك يعني؟ حاطه كثير اشياء من ايام طيبين مثل هذا شريط كاسيت. انس يقول لي ايش هذا؟ ما قد شاف هذا بحياته. لما احنا كنا صغار ما كان في سيديهات، كنا نستخدم هذه كاسيت. على فكره هذا دفتر على شكل شريط. مين يتذكر جهاز نينتندو القديم؟ هذا محفظة على شكل جد الجهاز القديم هذا. عجبتني هذه الفكرة كثير. هذه شنطة تنفتح إلى شنطة كبيرة حق الظهر. شايفين؟ فتنطبق تقدر تاخذوها مع السفر تنطبق مرة إلى شنطة وبعدين لما تفتحها تكون شنطة كبيرة حق السفر. إيمان زعلانة عشان تبغى شيء من هنا. أنا سأخذ المحفظة. الشنطة هذه صراحة أنا أبغاها. أنا عشان مسافر محل. ممكن كذا اخذ الشنطه مطبقه لما ارجع افتحها كذا استخدمها. خذ انت غرندايزر حق المفاتيح. ايمان بيعطيك شيء مره حلو تضيف. اوكي رابط ذا بوكس اسفل الفيديو يبغى يشترك معهم اشتراك شهري بفلوس يسولوكم صندوق كل شهر فيهم مفاجات. قاعدين نلعب ستريت فايتر. يوسف قاعد يلعب. هو الوحش اللي على اليسار هذا يوسف. يقول انا احتاج اروح دكتور. دائما لما يعور نفسه يحس بالم اي مكان بجسمه يقول احتاج اروح دكتور. I need to go to the doctor. شو كيف يعطيني ظهره عشان ما اكل؟ يعطيني ظهره. بابا يبوك ما هذه بس حقت المفاتيح بس شوف الفخامه ما شاء الله. وقت المدرسه وايمان لسه نايمه. ايمان مدرسه يلا يلا مدرسه. تاخرتي يلا تاخرتي مدرسه. احنا في الكافيه. شو كيف زعق بصوت عالي؟ هذا حقي شكرا. باكله. ما خلصت. يا ايش كنت حقول؟ ايوه على فكره لقيت خاصيه جديده في ايام مسافر اسمها المساعد الخاص. بهذه الخاصيه ممكن تستفسر عن اي شيء يخص سفرك. في فريق عمل يشتغل 24 ساعه. هنا خاصيه المساعد الخاص تقدر تتواصل مع فريق العمل وغالبا يرد عليك بشكل سريع. فانا سالتهم هل يمكنني استخدام رصيد كاش باك في حجز فنادق وردوا علي. فما شاء الله ممتاز. في فريق عمل يردوا عليك من خلال التطبيق بشكل سريع. رابط يا مسافر اسفل الفيديو اللي يبغى يحمله ويحجز فنادق للاجازه الجايه. يوسف تعال. يقول انا بلبسه. ما اخاف حسيت راح اخاف. يقول انا بلبسه.
ان شاء الله عجبكم هذا الفلوق. اذا عجبكم لايك، اذا ما عجبكم ديسلايك. اذا ما انتم متاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو. الفلوق الجاي مميز ان شاء الله، لا يفوتكم. مع السلامه.